النهاية عند اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. تتواصل الأشواط وينطلق على بركة الله وحفظه شوطنا الثاني. وأقول الكلمة والميكروفون للزميل بسام الشمري. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل الترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. انطلاقة الشوط الثاني في الهجن السباق التراثي مشاهدينا الكرام، ينطلق مع شبابنا المميزين الحاضرين والطامعين من أجل الناموس قادمين الأربع كيلومترات. هي الرحلة التي تضم هذه الأسماء ولا الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس. نتمنى التوفيق والسلامة لكل المشاركين. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن يتواجد على المقدمة والصدارة في هذه اللحظات يتواجد راشد بن علي بن محمد الصعاق، يتواجد باندفاعة أحد الشباب المميزين الذي دائما يحضرون في هذه المنافسات والتحديات الكبيرة. أتابع المركز الثاني، يتواجد حزام بن محمد بن حزام بن انديلة، أحد الشباب الحاضرين دائما في هذه المنافسات، يتقدم إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع كاسب بن حزام بن محمد بن انديلة، يتواجد ويحتل المركز الثالث المركز الرابع. أتابع القادم في هذه المنافسات مع هذول الشباب اللي حاضرين ومستعدين ومقدمين هذا الركوب المميز. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسلامة. أتابع المركز الرابع اللي يتسلل إلى المركز الثالث، يتواجد متعب بن علي بن محمد الصعاق، يتواجد بمشاركته المميزة يحتل المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم عبيد بن حمد بن صالح آل سنيد المري. بينما المركز الخامس أتابع هنا كاسب بن حزام بن محمد بن انديلة. والمركز السادس يتقدم إلى المنافسة، يحضر في هذه اللحظات محمد بن عبيد بن حمد العوير المري. على المركز السادس المركز السابع مبارك بن عمر بن مبارك الشايك الشهواني، يتواجد بمشاركته المميزة يحتل المركز السابع. وينك يا المركز الثامن؟ يتقدم على المركز الثامن عبد المحسن بن حمد بن سالم بن بريك المري. والمركز التاسع يتواجد في هذه المنافسة والتحديات الكبيرة فيصل بن عبد الله بن راشد الزعبي، يتواجد على المركز التاسع. المركز العاشر أتابع عبيد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري. والمركز العاشر يتقدم إلى المنافسة والحضور في هذه اللحظات والمنافسات المميزة، يتقدم عبد الله بن علي بن عبد الله بن معفية المري. هذه نتيجة للعشر المراكز الأولى، العشر الأسماء، العشر الشباب اللي يقدمون هذا الأداء الكبير. نتمنى لهم التوفيق والسلامة وهذا التحدي الكبير والمنافسات اللي يقدمونها الشباب في سباق الهجن التراثي وهذا الموروث الشعبي الكبير، حفاظا على هذه الهوية التراثية وهوية الآباء والأجداد في منافسات. ولا أروع يحضر هؤلاء الشباب غادمين دائما من أجل المنافسة والتحديات الكبيرة في هذا الموروث الشعبي الكبير. نعود مع البداية، نعود مع الشباب المميزين، نعود مع الحاضرين من أجل الناموس والانتصار. أتابع المركز الأول، هناك متعب بن علي بن محمد الصعاق أحد الشباب المميزين برصيد عدة إنجازات، غادم من أجل الناموس، غادم من أجل هذا الانتصار الصباحي المميز في هذه اللحظات. يقدم هذا الركوب المميز، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن على الشباب الحاضرين المقدمين هذا الأداء الكبير. المركز الثاني يتقدم حزام بن محمد بن حزام بن انديلة على المركز الثاني. والمركز الثالث
المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات راشد بن علي بن محمد الصحاك يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع يتحرك بن سريد عبيد بن سعيد بن راشد آل سريد المري من المركز الرابع إلى المركز الثالث. ما شاء الله على هذا الأداء الكبير. الكيلومتر الأخير يا شباب، هيا إلى الناموس والانتصار، هيا إلى الإنجاز. المركز الخامس وتابع مبارك بن عمر بن مبارك آل شايق الشهواني. والمركز السادس يتقدم بهذه اللحظات كاسب بن حزام بن محمد بن ديلة. والمركز الثامن عبد المحسن بن حمد بن سالم بن بريك المري. ولكن أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول وهذا الإبداع والإمتاع اللي يقدم الصعاق مع البداية ومع المركز الأول على الصدارة. متعب بن علي بن محمد الصعاق يقدم، أو هنا من غير على المركز الأول إحسان بن محمد بن إحسان بن نديلة بن نديلة بن نديلة على المركز الأول. الصعاق على المركز الثاني. منافسة بين الشباب، بين هذا التحدي الكبير وهذا الإبداع والإمتاع اللي يقدمونه الشباب. ولكن بنديلة إحسام يتقدم. إحسام بن محمد بن إحسام بن نديلة محتزم له في هذا التحدي، محتزم له بسبوق يروح مع الناموس والإنجاز والانتصار وهذا الأداء الكبير. شكرا يا إحسام على هذا الأداء الكبير، على هذا الركوب المميز، على هذا الإبداع والإمتاع. تهاني وناموس السلام لحساب بن عبد الله يتابع من أمريكا، يتابع هذه المنافسات. حضور جماهيري من دول العالم تتابع وتراقب هذه المنافسة. تهانينا والناموس لحساب بن محمد بن حساب بن ديلة على فوزه وانتصاره وداه الكبير. شكرا يا حسام على هذا الإبداع والإمتاع. والسلامات تذهب إلى حسام بن عبد الله بن ديلة في الولايات المتحدة الأمريكية. المركز الثاني عبيد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري. المركز الثالث راشد متعب بن علي بن محمد الصعاق. المركز الرابع عبد المحسن بن حمد بن سالم بن بريك المري. المركز الخامس كاسب بن حزام بن محمد بن نديلة. والمركز السادس مبارك بن عمار بن مبارك الشايق الشواني. المركز السابع عبيد بن حمد بن صالح آل سنيد المري. والمركز الثامن راشد بن علي بن محمد الصعاق. المركز التاسع مشاهدين الكرام، كما تتابعون منافسات وتحديات الشباب اللي قدموا اداء كبير وركوب مميز. المركز التاسع فيصل بن عبد الله بن راشد الزعبي. هكذا مشاهدين الكرام المنافسات وبقية المراكز نتركها إلى لجنة الخط والتحكيم. كما تتابعون مشاهدين الكرام منافسات وتحديات كبيرة في هذا الموروث الشعبي الكبير. نتابع تحديات مع هؤلاء الشباب المميزين الحاضرين في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة. كما نعلن عن صاحب المركز العاشر لكي ياخذ كل حق حقه، عبد الله بن علي بن عبد الله بن معفية المري هو من حصل على المركز العاشر، وبقية المراكز نتركها إلى لجنة الخط والتحكيم. مشاهدي الكرام أشكر جميع الشباب على هذا الأداء الكبير اللي قدموه وحضروا بهذا الاستعداد الكبير وهذه الجاهزية. ملخص الشوط الثاني مشاهدين الكرام مع الشباب المميزين اللي حضروا وقدموا منافسات مميزة. كما تتابعون هذا التحدي الكبير وهذه اللقطات الجميلة التي تقدمها قناة الريان الناقلة لمجريات هذا المهرجان الكبير. منافسات ولا أروع حتى الرمق الأخير في سباق الهجن التراثي، وحضور جماهيري كبير متابعينا ومراقبينا لهذه المنافسات الكبيرة. الشوط الثاني جاء مشاهدين الكرام في الشوط الثاني حزام بن محمد بن حزام بن نديلة. نهنيك ونشكرك على هذا الإبداع
اللي قدمته في هذه المنافسات. التوقيت الزمني 7:17:03 من الثانية. تايو ناموس لحزام بن محمد بن حزام بن نديلة على فوزه وانتصاره وتحقيقه للمركز الأول في سباق الهجن التراثي. المركز الثاني جاء في المركز الثاني مشاهدين الكرام عبيد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري 7:26 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لعبيد على هذا الإبداع اللي قدمه ومنافسات كبيرة حصل وصيفا في هذا الشوط. المركز الثالث مشاهدي الكرام 7:28 تسعة أجزاء من الثانية تاوي ناموس لمتعب بن علي بن محمد الصعاق على فوزه في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. المركز الرابع 7:34 تسعة أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لعبد المحسن بن حمد بن سالم بن بريك المري على فوزه في المركز الرابع. المركز الخامس 7:40 أربعة أجزاء من الثانية. تهاني ناموس لكاسب بن حزام بن محمد بن نديلة المري على فوزه في المركز الخامس. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شكرا لجميع الشباب اللي قدموا أداء كبير وحضور مميز ولائحة الشرف بخمس الأسماء الفائزة في هذا السباق والشوط الثاني. وكما نعلم بأن الجوائز من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر في هذه المنافسات الجميلة. وصلنا إلى لحظات الختام في هذا الصباح من سباق الهجن التراثي مشاهدين الكرام كما تتابعونا، وأتمنى أنكم استمتعتم بهذه المنافسات والتحديات الكبيرة. تقبلوا تحياتي معلقكم بسام الشمري وتحيات طاقم العمل لقناة الريان الفضائية إلى حين الملتقى في مساء هذا اليوم. ورموز ختامي مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، أتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي عهد شيخ وفي أطباء